من أديس أبابا انضم إلينا عبد الشكور عبد الصمد الكاتب والمحلل السياسي. أهلين بك سيد عبد الشكور على شاشة الغد. أولا التلويح بوريقة العقوبات على الأطراف المتحاربة في النزاع في تيغراي يزيد الأمر اشتعالا أم يهدئ من الأوضاع؟ أنا أعتقد الأمر يعني هذه العقوبات وهذا الموقف الأمريكي يزيد الأمر تعقيدا ويعني ولا يخدم القضية ويعني على الشارع بالذات على المستوى الرسمي هناك حقيقة يعني شعور بانتعاب وممكن نسميه غضب حقيقة. ورأينا خطاب رئيس الوزراء إلى الرئيس الأمريكي جون بايدن وذكروا بالمواقف والجهود اللي بذلته الحكومة الأثيوبية لحل الإشكال، لكن يعني على أرض الواقع يبدو هناك يعني حسابات يعني بالنسبة للموقف الأمريكي للطرف الأمريكي هناك حسابات وهناك أيضا شعور بتحديات، فبالتالي يعني القضية أعتقد يعني ليست في طورها إلى الحل. سيد عبد الشكور الأمر يعني أعلم أن لك جذور في تيغراي هناك حقيقة يا سيد عبد الشكور يعني هناك يعني تضخم كبير جدا يعني بسبب العقوبات وبسبب المواقف الدولية الضاغطة على الموقف الرسمي للموقف الأثيوبي والموقف الرسمي أيضا يرى أنه أمامه تحدي بإثبات أنه يعني توحيد القرار السياسي في البلد ويعني وحكومة يعني وعدم السماح بوجود حكومة داخل حكومة، فبالتالي يعني هناك الأمور يعني يبدو تمشي في اتجاه تصعيدي واتجاه كبير جدا، وهذا التحدي يعني على المستوى الداخلي يعني كنا نتوقع يعني بتشكيل الحكومة الجديدة التي يعني تبدأ ببداية البرلمان بعد تقريبا 20 يوم. أعتقد التوقيت الذي يعني صدر فيه هذا القرار الأمريكي هو استباق لتشكيل هذه الحكومة وبدأ الدورة الجديدة للبرلمان، فبالتالي القضية يعني في حقيقة غموض. تسمعني الآن يا سيد عبد الشكور؟ والهدف من هذه من القرارات في هذا التوقيت بالذات يعني. نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا عبد الشكور عبد الصمد الكاتب والمحلل السياسي.